بس ايش معلش معلش صفر ربنا قطعت فينا يا ابو الله قطعت فينا يا الله قطعت فينا تخيلوا ان ممكن حد يفقد حياته بسبب 70 جنيه لما لص يدخل على ست مسن عندها 83 سنه ويقتلها عشان يسرق 70 جنيه. تعالوا نشوف ايه اللي حصل في المعادي. جيت الصبح عشان قدمت نحمم منى، جيت لقيت اختي قاعده بره. فين يا نادي امك؟ قالت لي امك بخبط عليا بقالي ساعه ما بتردش عليا. قلت لها بس انا الساعه لما جاتش من بره كنت تجيب حاجه نكسر الشباك. لقيت قلبي كاني كده ما استحملتش. لقيت عيل ماشي بره اسمه معاذ، قلت له معاذ ده اللي مصطفى حروش من بره يفتح لي الباب يكسره لي الشباك. كسر الشباك، كنت ببني على خيابه. قلت له يا محمد امك بنخبط عليه ما بتردش. اول ما كسر الشباك مصور رحت نطه، دخلت هنا كده لقيت الفرشه هنا في الارض مرميه، ببص على امي بحسبها نايمه على الفرشات. لقيت الفرشه كلها مرميه في الارض والكلمه مفتوحه في الصحاره، امي مرميه في الحته دي، رجلها دماغ عند الثلاجه ورجلها النحات مرميه في الارض والدنيا عاتمه. بقى تصوت بتصرخ ياما الناس كلها، واختي جت ورايا وابن اخويا ده جه ورايا دخل من الشباك كله منط، والناس من الصريخ بتاعنا فتحوا الشباك ده الباب ده كسروه فتحوه علينا دخلوا علينا. مبقاش فيه اعصاب من ساعتها، جسمي بقى كله وجعني، ياما كله دخل علينا. فهو جه بقى بالليل لما استغل بعد ما انا مشيت استغل نظرها ما بتقدرش تشوف وما بتعرفش حد. فجه راح بخبط راح فتحها له. لما فتحت له دخل راح قفل الباب عليه بالمفتاح من جوه. دخل قلب بقى. بعد ما كتب نفسه كوره رماه في الارض دخل قلب. بعد ما قلب بقى طلعته بلاقيها نايمه فلسه روح بتراس بدراعها، راح مخلص عليها في رقبتها. خلص عليها وراح قفل طفى النور وقفل الباب وطلع. انا حاسه قلبي متقطع. قلبي متقطع عشان انا اتحرمت منها. طالب القصاص ان ربنا ياخد لها حقها ان شاء الله. زي ما بهدل امي كده ربنا يبهدله ان شاء الله بالقصاص. كل اطلب من الله عز وجل الشنق زي ما بهدل امي كده وجرجرها وخدها منه لله. اقول لها يجعل ارضيك الجنه ويبعد عنك النار، والحمد لله ربنا يجعل ارضيك الجنه ويكتبك ربنا مع الشهداء والصديقين وحسن اولئك رفيقا، ويغفر لك ياما ذنب ويغفر لك ياما ذنب ويغفر لك ياما ذنب. قطعت فينا يا ابو الله قطعت فينا يا الله قطعت فينا. كانت بتحب الناس كلها والناس كلها كانوا بيحبوها. الله قطعت فينا قطعت فينا خالص. قول له حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيه، حسبي الله ونعم الوكيل. وربنا يملي لنا حقنا منه ان شاء الله. كان مراقبها بقى له 3 ايام، ده الكلام اللي اتقال في محضر التحقيق. فضل مراقبها، دخل عليها خبط عليها فتحت له، دخل اول ما دخل عليها حط ايده على رقبتها على طول وكتم نفسها بايديه، مشي معاها يعني مسافه 2 متر، وبعد ما دخل 2 متر وقعت منه على الارض سرقها. بعد ما سرق لقى مبلغ 70 جنيه، يعني هو قتلها عشان 70 جنيه. قعد يدور ما لقاش الا 70 جنيه، وهو جاي طالع لقاها بتتحرك لسه فيها الروح، قلعها الاشارب وحطه على الارض وداس عليه برجليه. موتها بطريقه بشعه جدا، يعني ما ماتتش منه في المره الاولى، ماتت منه في المره الثانيه. سابها جثه على الارض، فضل قاعد، في ناس جت خبطت عليها عشان هي بتبيع اعلاف وذره وكلام من دوت. خبط في ناس خبطت، فضل مراقب طبعا الطريق عشان الناس اللي بره خاف يطلع. طفى النور، بعد كده فتح الباب طلع قفل عليها الباب بالمفتاح وخرج عادي. كاميرات المراقبه بتاعتي جايباه ان هو ماسك الموبايل عادي وبيتكلم كانه عادي بني ادم ما عملش اي حاجه يعني. طلع ومشي، رمى المفتاح بعيد، لف من منطقه غير المنطقه بتاعته عشان طبعا كل دوت هو ملثم، يعني كان حاطط كمامه على وشه، كان لابس كاب، مفيش ملامح تجيبه خالص. يعني انا عايز اقول لك ان بفضل ربنا سبحانه وتعالى ان احنا عندنا شرطه قويه، يعني شكر خاص للمساعد مدير الامن طبعا، كل رجال اسم المعادي تما من اولهم لاخرهم. الناس دي تعبت بصراحه، عملوا مجهود كبير جدا عشان يجيبوه، والحمد لله جابوه. في نهايه كل حلقه بقول لكم ان المتهم سلم نفسه لساعي الشيطان، لكن في الحلقه دي بقول لكم ان الشيطان ممكن يسلم نفسه للمتهم.